أهلا بكم. إذا للمرة 11 منذ أوائل عام 2022 يقرر المركزي استمرار سياسة التشديد ويرفع الفائدة لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عاما لتصل إلى نطاق 5.25%. وعكس البيان تغيرا ملحوظا لرؤية البنك المركزي للنشاط الاقتصادي، حيث وصفه بالمعتدل، وجاءت إشارة من باول بأنه من الممكن أن يختار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت نطاق السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة. أوضح أنه من غير المرجح أن تحدث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، رغم اعترافه ضمنيا بعدم السيطرة بشكل كاف على التضخم وجوانبه السلبية. باول قال أيضا بأن هناك بعض الدلائل المستمرة على أن العرض والطلب في سوق العمل يحققان توازنا أفضل، وأن الوظائف الشاغرة أيضا انخفضت. أداء المؤشرات الأمريكية تباينت هذا اليوم، وكأنها لم ترى حسما واضحا للسياسة النقدية خلال الفترة القادمة. أيضا تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك كما نرى هبط مؤشر الدولار بحوالي 13%. في المقابل رأينا ارتفاعات للذهب بنفس المقدار. ومن المقرر اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأولية مع توقعات بارتفاعها إلى 234 ألف طلب، إلى جانب قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، والتي قد تظهر نمو الاقتصاد ب 1.8%. وقبل صدور هذه البيانات، أسعار النفط ارتفعت بحوالي 1% فورا بعد قرار الفائدة الأمريكية، والآن برنت تقريبا بمرتفع 18% عند 83.5 دولار. والترقب الآن لنتائج اجتماع المركزي الأوروبي اليوم وبنك اليابان غدا. الأسواق الأوروبية نراها جميعا على ارتفاعات قوية منذ الصباح، يعني منذ الافتتاح بعد قرار الفائدة الأمريكي. للمزيد ينضم إلي علي حمودي الخبير الاقتصادي. أهلا بك علي. أهلا علي. يعني علي، نرى في كل تصريح لباول هناك بعض التلميحات، بعض الإشارات. هذه المرة وصف الاقتصاد بأنه معتدل بدلا من متواضع، وتحدث عن أكثر من زاوية. هل فهمت الأسواق ما الذي سيجري خلال الفترة القادمة، أم ما رأيك؟ يعني من الواضح أنه يعني هو حاول بقدر المستطاع. طبعا هو حاله وحال البقية من المراقبين للأسواق، لا يملك وظل كل شوية يعيد أنه سوف ننتظر البيانات، سوف ننتظر البيانات. لذلك هو تركها مفتوحة، ممكن نرفع الفائدة وممكن نثبتها بناء على البيانات. وهذه ربما فرصة جيدة، يعني بين اجتماع سبتمبر وهذا الشهر تقريبا هناك 8 أسابيع. فكما تفضلت، عندنا بيانات الناتج الإجمالي المحلي، بيانات عمل سوف تصدر من الآن إلى اجتماع سبتمبر، لتتضح الصورة. إذا فعلا هناك وتيرة في خفض التضخم، فهذا حيعطي الثقة بالاجتماع القادم بأنه يقول أنه احنا ابتدينا نسيطر على التضخم. لكن من الآن هو طبعا لا يريد أن يقع بنفس الغلطة التي وقع فيها لما كانت هناك نسب تضخم مرتفعة، وهو الفدرالي أصر على أنها وقتية وسوف تنخفض. فلذلك هو لا يريد أن يعطي الأسواق صورة بأنه سوف نخفض أسعار الفائدة قبل أن يتأكد منه تم السيطرة بشكل كبير على التضخم. طيب، من قراءتك لتحركات دولار بعد قرار الفائدة؟ يعني شيء طبيعي، لذلك احنا رأينا في رأيي انه وصل القمة الدولار في الوقت الحالي، خاصة لو تكلمنا عن البنوك المركزية الأخرى. عندك بنك الاي سي بي حيجتمع بعد ساعة تقريبا، من المتوقع ان يرفع الفائدة. ايضا الأسواق سوف تنتظر الى اشارات من كريستين لاغارد، هل هي تشددية؟ يعني هل علينا ان ننتظر المزيد من رفع الفائدة، وكيف حتبرر ذلك في ازاء يعني الاقتصاد في منطقة اليوروزون غير عن الولايات المتحدة؟ يعني ألمانيا حاليا في انكماش أو يعني انخفاض بالأداء الاقتصادي في ألمانيا، فكيف ستبرر لنا أنه يتم رفع الفائدة في ظل هذه البيانات السلبية من منطقة اليوروزون؟ طبعا لي، بالنسبة لليابان هناك الآن ترجيحات أنها ستستعد، أو توقعات بأنها ستستعد للتحول من السياسة التيسيرية للغاية. ما العوامل التي دفعت للوصول لهذه التوقعات؟
يعني هناك تضخم بعض الشيء في اليابان وليس بالشيء الكبير. هي بالتأكيد تريد أن تواكب ربما البنوك المركزية الأخرى الثانية، يعني لا تكون الوحيدة اللي مصرة على أنه لن يكون هناك تغيير في سياستها. نعلم أنه اليابان عانت لعقود من ديفليشن أو أنه انخفاض الأسعار، وهذا يعود لعوامل أساسية كبيرة، أهمها ربما هو الايجينج بوبوليشن، يعني هناك جزء كبير ديموغرافيا من اليابانيين تدو يكبر، فأيضا شهيتهم للاستهلاك ليست بالقوة التي يصبو إليها صناع السياسة النقدية في بنك اليابان. الخبير الاقتصادي علي حمودي، شكرا جزيلا لك. إذن هذا كل ما لدي حول أداء الأسواق العالمية والسلع، أعود لك هند.